مع بعد الأربعين ترجيحات بعقد جلسة نيابية لتمرير ملف رئيس الجمهورية والوزراء، وهو ما لا ترتضيه عدد من الجهات السياسية التي عبرت عن هذا الرفض في ساحات التظاهر. أما الحسم فمرهون بالاتفاق السياسي. ما بعد الأربعين يعني إصرار السيد مقتدى على حل البرلمان، وبالمقابل إصرار الإطار على عقد جلسة البرلمان، هذا يصطدم بقرار المحكمة الاتحادية الذي رفض الدعوة بحل البرلمان ورمى الكرة بمجلس النواب. بمعنى آخر أنه مجلس النواب هو الذي يحل نفسه، فلذلك اليوم من له الأكثرية، أكثرية الأصوات، ومن هو صاحب التأثير الأكبر في داخل قبة مجلس النواب سيكون رأيه هو الماشي. الحل بحسب خبراء في الشأن السياسي هو الجلوس على طاولة الحوار والتشاور، وإلا قد يشهد الشارع ما بعد زيارة الأربعين تظاهرات شعبية مع ذكرى ثورة تشرين في الأول من تشرين القادم. الشارع الآن يغلي وكلها مؤجلة إلى ما بعد الأربعينية، زيارة الأربعينية. وبعد الأربعينية إذا لم يكن هنالك حل ما دام تنازلات معينة أو حل البرلمان، فيصبح الشارع هنالك ثورة عارمة بحق هؤلاء السياسيين الفاسدين الذين أوصلوا البلد إلى هذا المستوى. ما بين الرفض والإلحاح على التمرير، يبقى ملف رئيس الجمهورية والوزراء معلق ينتظر ما ستؤول إليه الأحداث، إما بإعادة الانتخابات أو القبول بالأمر الواقع. لا يفصل عما قد يغير من المجريات السياسية سوى زيارة الأربعين، فما بعدها إما حل بالحوار الوطني لحلحلة الأزمة أو تظاهرات شعبية واسعة. من بغداد محمد فراس، قناة التغيير.